كل شي ببلش بالخطوة الأولى. بوعى عالساعة 5 الصبح، بحضر حالي لنهاري، وأهم شي شوز الركض. بنزل على الطريق وبتطلع بالسما وبتأمل قبل طلوع الشمس. وشوي شوي ببلش اركض. الركض هو شيء كتير أساسي بحياتي، ساعدني بكل مراحل حياتي. Tomorrow I have the ISF half marathon. I've only reached 10K. Just finished the half marathon. I think 2 hours 26 or 27 seconds. This is the matter of. We're going to begin the race in a bit. What would you like to say? Hey, are you challenging? Show you the beautiful place I'm running. It's gorgeous. علمني كيف أتقبل الحياة بحلوة بمرة. لأنه مع كل طلعة في نزلة، مع كل نزلة في طلعة، بس لو طلعنا ونزلنا 100 مرة بدنا نضلنا عم نمشي، بدنا نضلنا عم نركض. أنا بركض لإلكم، لأنه مع كل طلعة ونزلة رح نضلنا نمشي ونركض لنوصل لهدفنا. الحياة بدها تستمر. وكرمال هيك الحياة بدها ركض. تيما خيزران.